السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في هذه الجولة الخفيفة في المدار السياحي أنا سردون. اللي كيشوف الفيديو أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يتوصل بجديد القناة. كما تعرفوا مدينة بني ملال مدينة الطبيعة والماء والمناظر الخلابة. بني ملال فيها ما يتشاف من غير عين سردون، كاين أشراح وزوط بالويدان، وكاين مناطق سياحية أخرى. رجال بني ملال ومزار شينا سردون راه ضيع فرصة باش يشوفها بعينهم مباشرة. كما تتوفر عينا سردون على مرافق حيوية، مقاهي، مطاعم، ومركز شرطة، ومتحف اللي يلا كيتبنو، وكاين ألعاب أطفال بالمجان بالنسبة للناس اللي عندهم وليداتهم وجابوهم معاهم، راه كاينين فين يلعبو. كنتمنى لكم فرجة ممتعة ودمتم في أمان الله. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
Oh.